السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من طبعة محدودة. ضيف هذه الحلقة السيد رئيس الوزراء العراقي السابق، رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري مالكي. أهلا ومرحبا بك. حياكم الله. أهلا وسهلا. يا مرحبا بك. نبدي أول يعني محاور هذا اللقاء بالأحداث الحالية وبالذات المعارك الجارية في الفلوجة. برأيك هذه المعارك راح تكون هي بوابة لانتصارات قادمة وربما تكون يعني مستمرة وصولا إلى الموصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد الدخول في معارك وتهيئة مقدمات معركة بهذا الحجم قطعا أهدافها هو الزحف على مواقع داعش والإرهاب في ما تبقى من الأنبار وفي مقدمتها الفلوجة، ثم إلى الموصل وبقية المناطق لتحرير الأراضي وتحرير الناس الذين لاقوا العذاب والأمرين على يد الإرهابيين. وأنا أجد أن تحرير الناس من قبضة الإرهاب وداعش عندي مقدم حتى على تحرير الأرض من هؤلاء، لما لاقوه من عنة وصعوبة عيش ونزوح ومشاكل. فالعمليات وما يتحقق فيها من انتصارات في الساحات والميادين منذ الرد الفعل الذي كان على داعش ودخولها وما حصل في أول حركة كانت ضخمة وكبيرة وهائلة، وإلى اليوم هي عملية زحف على المواقع ابتداء من قضية آمرلي وسامراء وجرف الصخار وتكريت وهالمناطق التي وبيجي. فهي إذن حملة تطهير وحملة مواجهة حقيقية لما تبقى من تنظيمات الإرهابية وداعش. الذهاب إلى الموصل بالتأكيد سيكون هو الحلقة الأخيرة في مسلسل الملاحقة التي تقوم بها القوات العراقية والحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة وكل الذين يهمهم أن يخرجوا هؤلاء الإرهابيين من العراق. وفي معركة الموصل هناك أيضا خصوصية ينبغي أن تؤخذ، وعادة المخطط للعمليات يأخذ خصوصيات المعركة، يعني لا تتشابه معركة مع معركة، يعني معركة جرف الصخر لا تتشابه مع معركة تكريت، وتكريت تختلف عن الفلوجة والفلوجة تختلف عن الموصل بحكم وجود الملابسات، سواء كان بعضها سياسية سكانية مكونات مشاريع خارجية أحيانا تدخل على الخط، كما هو موجود دخول الأتراك على الخط في في الموصل. هذه كلها لابد وأنها تحسب بحسابات المحصلة النهائية هي تحرير الأرض وتحرير الإنسان وإعادة عملية البناء والإعمار، وفي مقدمتها جميعا إعادة الناس إلى منازلهم وحفظ كرامتهم وتخفيف الضغط الذي حصل عليهم. لكن الضغط اللي يثير حاليا حول حدوث انتهاكات من قبل بعض أفراد في الحشد يطرح السؤال مرة ثانية حول دور الحشد ومدى استمرار هذه يعني هذه المؤسسة، وإن كانت هي ذات إطار الآن هو قانوني، لكن هناك العديد من التساؤلات تدور حول إمكانية السيطرة على تصرفات الحشد والأوامر وسلسلة الأوامر ومن يتبع من. بالتأكيد نحن نتحدث عن دولة، لا نتحدث عن أي سلاح خارج سلطة الدولة وخارج الارتباط بمراكز القرار العسكري والأمني. وإذا كانت الظروف اقتضت أن يكون الحشد الشعبي ولهم الفضل الكبير في إيقاف زحف داعش على بغداد وعلى سامراء وعلى ديالى وعلى مناطق أخرى، فهذا لا يعني بأن هذه الحالة الضرورية والتي كما قلت هي أيضا الآن لها غطاؤها القانون وفيها أوامر ديوانية، حينما تشكل في البداية أنما كنت أنا موجود تشكلت بأوامر ديوانية وقرارات رسمية حكومية، هي الآن ليست خارج إطار القائد العام للقوات المسلحة أو سلطة الدولة، ولكن لابد وأنها حينما تنتهي المهام الموكلة إلها ستجري عملية معالجة لوضع الحشد الشعبي بأن يكون كما كنا نتمناه سابقا، ولا زلت أتمنى أن يكون هكذا، هو جيش رديف بكل مواصفات وضوابط الجيش وليس من مكون واحد
وليس من حزب واحد، وليست سلطة أحزاب، وليست ميليشيات أحزاب، وإنما جيش أسوة بالجيش النظام الآخر، ولكنه جيش رديف. ولعل المهام التي توكل إليه هي مهام داخلية إذا ما حصل أي طارئ بالنسبة للأوضاع الأمنية. فبقاء الحشد بهذه الصورة مرهون ببقاء هذه الحالة، وبانتهائها سيتحول الحشد بموجب دراسات وتقويم ومراجعة وعملية إعادة تشكيل الكثير من أعضاء الحشد، مثلا كبار السن، البعض من عندهم ما يرغب أن يكون في هذه المؤسسة، يريد يرجع إلى دائرته، يرجع إلى أهله، يرجع إلى عمله. لذلك جملة من المتغيرات لا بد وأنها تتم حتى يأخذ طابع النظامي القانوني الأصولي الذي يعطينا صورة عراق لا سلاح فيه إلا بيد الدولة. إلا بيد الدولة. يعني أريد أعرف وين مستقبل الحشد إذن بانتهاء تحرير كل الأراضي العراقية من احتلال داعش؟ بالتأكيد سيكون قسم كبير منا مخير بين أن يبقى يحمل السلاح ولكن ينتمي أو ينضم إلى تشكيلات عسكرية. أنا أتحدث عن تشكيل، مو ليس الأفراد. نعم. الحشد الشعبي هو كهيئة. نعم. هيئة الحشد بذاتها إذا صار القرار بانتهاء المهام التي أوكلت للحشد الشعبي، وسوف لن تنتهي بانتهاء هذه المهمات، وإنما يبقى البلد مستهدف ويحتاج إلى قوات داخلية تتولى عملية التصدي لحالات الشغب وحالات التجاوز على الأمن العام وحالات الإرهاب الموجودة إلى جنب القوات الأخرى، ولكن حتى تأخذ طابعها المستقر كهيئة الحشد ربما تتحول إلى قيادة عسكرية، والحشد كله يتحول إلى أفواج وألوية عسكرية منظمة ومسلحة ومسؤولة وتحت رقابة الدولة. إذن أنت ترى أن الحشد باقي حتى بعد انتهاء عمليات التحرير؟ ولكن ليس بهذه الصورة، وإنما سيعاد عملية تأهيله وتشكيله وتنظيمه ليكون بمثابة الجيش الرديف. بس هذا وين موجود بدول العالم؟ بس موجود بإيران، موجود أكو فيه حرس ثوري مثلا، لكن بغير دول وين موجود جيش رديف؟ هناك جيش في كل دول العالم، هناك جيش وشرطة وهناك أمن و... أكو صور مختلفة لوجود مثل هكذا جيش، بعضهم يعتبره هو الجيش الاحتياطي كما في دول مثل إسرائيل وبعض الدول الاشتراكية، جيش احتياطي موجود في أي لحظة، هم مشكلين على شكل سرايا وألوية ووحدات يدخلون في المعارك. في إيران موجود، في الدول التي حصلت فيها ثورات شعبية بالذات حصلت فيها مثل هكذا تشكيلات. لكن احنا بالحقيقة ما نريد نستنسخ تجارب الآخرين، احنا مرينا بتجربة مرة، وهو أن ظهور داعش على خلفية الأحداث في سوريا وتصور البعض بأن سقوط النظام في سوريا سيعني الزحف على بغداد وإسقاطها. نعم. وحصلت ما كنتم تشاهدون، هذه الاعتصامات وهذه التحديات وهذه الشعارات، وفعلا البلد أصبح في خطر. كان علينا أن نتخذ أي أسلوب وأي وسيلة لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية ويهدد السيادة الوطنية. هذا أوكي أستاذ، بس أنا قصدي مستقبلا، وين تشوف مستقبل الحشد؟ أنا قلت لك مستقبلا، لكنه أنت قلت لي هذا أكو تجربة إلها، أنا أقول نعم توجد تجارب إلها، ولكن إحنا ما محكومين للتجارب فقط، وإنما محكومين للحاجة والتحدي الفعلي. رأينا بأن الضربة التي توجهت إلينا والتي تسببت بانحلال قسم من وحدات الجيش العراقي هي ضربة طائفية، لذلك للتعويض عما فقدناه من قوة الجيش التي حصلت لابد من قوة أخرى تدخل. ومن أين تدخل القوة الأخرى غير التعبئة الجماهيرية؟ هي هذه المعمول بها في مختلف دول العالم حينما تكون هناك تحديات. يعني هذا شيء مفهوم، لكن يفترض أنه لحالة الطوارئ، يعني يفترض بناء جيش ذو 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 سلاح جيد ومتطور، وايضا بافراد يعني هم متدربون بشكل مهني. فقصدي لما لا يتم الاستفاده من الحشد بالحاقه بالجيش وتنتهي المساله؟ ربما سيكون، انا ما حددت لك صوره من الصور، ربما يلحق بالجيش وتتشكل وحدات وتخضع لنفس سيستم وهيكليه الجيش، وربما يكون كما جهاز مكافحة الإرهاب أو وحدة. يعني أنا ما أحدد الصيغة التي سينتهي إليها الحشد، ولكن أنا أحدد السقف الذي سيكون عنده، وهو سلاح بيد مواطنين عراقيين ينتمون انتماء رسميا للأجهزة الأمنية العسكرية أو الشرطة أو أي جهاز آخر ضمن مؤسسات الدولة. ضمن مؤسسات الدولة. طيب. لا يمكن أن يبقى أي سلاح خارج إطار مسؤولية الدولة.
طيب يعني ماكو خشيه ان يتم استخدام الحشد فيما بعد في صراعات يعني سياسيه؟ نعم، اذا لم يسيطر عليه واذا لم ينظم بشكل دقيق واذا لم يتعاون المسؤولون عن الحشد والذين لديهم فصائل مسلحه واذا لم تتم عمليه الاستيعاب بشكل فيه تكريم لهؤلاء الذين قاتلوا وحرروا وساهموا، اذا لم تعالج القضيه بهدوء سيتحول فعلا الى حاله من الاقتتال. اي اختلاف الان والسلاح موجود باليد ربما يتحول الى اقتتال. لذلك نحن لمجرد ان ينتهي او تنتهي المهام الموكله الى بتحرير ما تبقى من الاراضي من داعش يجب ان نتحرك بسرعه لاعاده تنظيمه بالشكل الذي يحفظ السلاح تحت قرار واداره الدوله. الاحداث الاخيره اللي شهدتها بغداد، اقتحام البرلمان واقتحام مجلس النواب، حثت احتكاكات وربما اشتباكات بين افراد من الحشد وافراد من سرايا السلام التابعين لسيد مقتدى الصدر، يعني قصدي هذه واحده من الصور نموذج هذا، يعني هذه واحده من الصور اللي نخشى منها. نعم بالتاكيد نحن هذا ايضا نخشاه، ولذلك نقول السلاح والقرار بيد الدوله، بيد الاجهزه الامنيه، بيد القائد العام للقوات المسلحه. طيب ويعني وتاسيسا على هذا، ما تعتقد انه بعد داعش القادة الميدانيين الحاليين راح تكون لهم حظوة أكثر في المستقبل، في المستقبل القريب ربما؟ نعم. المستقبل السياسي؟ نعم. ولماذا لا فلتكن لهم حظوة سياسية، ولكن فرق بين أن يكون لهم تكريم من الشعب، لفرضنا يدخلون في انتخابات ويكرمون على ما قاموا به من دور ويستحقون التكريم، ولكن الحظوة أن يكونوا شركاء في العملية العسكرية، هذا مربوط بطبيعة التنظيم التي ستكون عليها هذه الوحدات والتشكيلات. أما أن تكون لهم حظوة سياسية وطنية عند الناس لأنهم جاهدوا لأنهم استشهدوا لأنهم قاتلوا وحرروا، أنا واحد من الناس أريد أن أكرم هؤلاء وأجعل لهم حظوة سياسية وشركاء بالعملية السياسية حتى ينتقلون من هذا الدور الإيجابي الميداني إلى دور إيجابي ميداني في العملية السياسية أيضا. الحشد الشعبي بأغلبية الشيعية ما يمثل فد عامل من عوامل الفرقة على مستوى النسيج الاجتماعي في البلد؟ شوف أكو كلامين، أولا الحشد الشعبي ليس كما أشيع عنه أنه يريد أن يغير طبيعة الجغرافية السكانية. لما حرر التكريت ما سيطروا عليها الحشد وكذلك بقية المناطق، إنما إما أعاد إليها أهلها وإما ظلت الآن تحت عملية التأهيل لإعادة الناس النازحين منها إليها. فمثل هكذا نظرية أو إشاعة أو ترويج مع الأسف الشديد لا صحة له، ولن نسمح أن نغير أي طبيعة جغرافية طبوغرافية للمجتمعات في مناطقهم وتغيير طبيعة السكان في هذه المدينة أو تلك، لن نسمح بها أبدا. هذا البيت وهذه المدينة للناس الذين نزحوا منها والذين هجروا منها، هذه قضية محسومة ولا نسمح أن يكون بها أي تجاوز على المناطق. ثانيا الموقف الأول مع الأسف كان في البداية رافض لفكرة الاشتراك بالحشد الشعبي من قبل المكون السني، ولكن بالفترة الأخيرة وهذا شيء إيجابي جيد وهو تعضيد للوحدة الوطنية أيضا اشترك، ولكن بنسبة هسه لنقل أنها جيدة يعني بحدود 33,000 عدد الحشد الشعبي من المكون السني، وهذه نسبة جيدة على خلفية ما كان في البداية لا أحد يريد أن يشترك، ولكن لما رأوا العطاءات والإنجازات والتعامل، أنا لا أريد أن أقف عند بعض التعاملات السلبية، وأنا لا أنفي أن يكون لا عند الجيش ولا عند الحشد ولا عند أي طرف أن يصدر فلان أو فلان من الناس الذين لا ينضبطون، ولكن بشكل عام كعنوان عام كأداء عام كعطاء عام كان عطاء جيدا، فصار انفتاح من قبل المكون السني، والآن 33,000 عدد الحشد الشعبي من المكون. ولهذا حتى حينما نتحدث عن المستقبل وتحويل الحشد إلى مؤسسة عسكرية أو يلتحق بالجيش أو مؤسسة مستقلة إلى أي شيء ينتهي الاتفاق عليه سيكون من ضمنه المكون السني أيضا، الحشد السني موجود، وإذا أراد الحشد الكردي يكون موجود أيضا موجود بها وبنفس النسب السكانية لعله الذي هو يجري الحديث حوله. لكن أنت الآن تتقرب من موضوع الحرس الوطني اللي أنت رافض بشدة. الحرس الوطني أنا أول من طرحت فكرة الحرس الوطني وأول من وضعنا الهيكلية مالت الحرس الوطني وموجودة عندي، وحينما أكملوا
خريطة الحرس الوطني طلبوا مني توقيع عليها حتى تقر وأقرناها، ولكن الذي جرى على الحرس الوطني أنا رفضته من تغيير. أنا ردت حرس وطني فعلا وطني لكل العراق في كل بقعة من وكل أرض وكل محافظة وكل مدينة للعراق. الذي حصل وأنا وقفت ضده هو تحول إلى جيوش مناطق، جيوش محافظات، حرس محافظات، لكل محافظة حرسها وسيكون جيشها، وهذا سيقسم البلاد. بمعنى إذا أقرينا الحرس الوطني على الصيغة التي أرادوها فهي مقدمة عسكرية دموية لتمزيق العراق، أنا هذا اعترض عليه. أما أن يكون عندنا حرس وطني بتأهيله وتدريبه واختصاصاته واهتماماته ويشمل من كل المحافظات بنسبها السكانية ويخلطون وتشكل منهم وحدات حرس وطني كما موجود في دول مثل السعودية وغيرها، أنا معه، ولكن مع الأسف الشديد انزلق باتجاه تشكيل الجيوش في هذه المحافظات، وتعلم بأن هذا مقدمة خطيرة. الاتجاه يعني نحو جيوش المحافظات ما تقوله والخشم منه هو صحيح ووارد، لكن إذا كان هناك هيمنة طائفية لأداء الحكومة واستباحة لمحافظة من المحافظات وكما حدث في ديالة، ألا يمثل الحشد أقصد الحرس الوطني هو صمام الأمان لأهالي تلك المحافظة؟ أنا ما أعرف شنو الآن في ديالة بالحقيقة اللي صار، لأنه هي اتهامات متقابلة ومتبادلة، وعادة الفتنة التي حصلت وبالذات في المناطق المختلطة كديالة تصير مثل هكذا مشاكل، ولعله ما حصل في ديالة قبل ما يكون عندنا الحرس الوطني الحشد الشعبي كان شديدا في عملية التهجير والقتل والتفجيرات أيضا بالنسبة للمكون الشيعي من المكون السني وبالعكس. هذه قضية لها خصوصية مع الأسف الشديد يؤلمنا أن الذي يحصل في ديالة، وأنا قلت في البداية أن الخطأ الذي يحصل هنا أو هناك أو الذي رافق المسيرة لا يمكن أن نبني عليه، بل أن نستفيد منه حينما نبني الحرس الوطني الجديد أو نجري عملية تأهيل للحشد الشعبي أن نأخذ بنظر اعتبار هذه السلبيات. أما أن نعطي للحرس الوطني الصبغة الطائفية وأنت تتحرك سني في منطقتك وأنا شيعي في منطقتي، هذه مرفوضة. ولذلك لما سألوني لماذا ترفض، قلت لهم أنا أريد ابن البصرة يكون موجود في الحرس الوطني في الأنبار، وأريد ابن الأنبار موجود في الحرس الوطني في البصرة، لأن هذا الذي يكسر هذه الجدران التي يريدون صناعتها من أجل تفكيك العراق. دولت الرئيس، إذا سألتك بتقييم موضوعي، كيف تصف فترة الحكم اللي كان يعني تحت إدارتك؟ هذا هو كلام يحتاج إلى حلقات، ولكن أنا كتقييم أنا أعرض لك أنا أعرض لك الحالة التي استلمنا فيها العراق في عام 2006 بعد تفجيرات مرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام وانفجار الأزمة الطائفية والمذابح بالشوارع والتفجيرات والرؤوس المقطعة والجثث التي تبقى في الطب العدلي ما حد يستلمها ولا حد يعرفها لمن تعود، وتفجيرات المساجد والحسينيات وكل شيء، وتقطعت الطرق وأغلب بغداد سقطت مو بأيدينا، والخروج من بغداد إلى المحافظات متعذر، مستحيل يقدر واحد يطلع يروح للموصل أو إلى كركوك أو إلى الأنبار أو إلى كربلاء حتى ولا الكوت. هذه الصورة التي استلمناها كانت صورة مأساوية في ظل وجود قوات أجنبية موجودة على الأرض العراقية أيضا، وهذه القوات الأجنبية أصبحت دخلت في مواجهات مع فصائل مسلحة بعنوان تحرير البلد من الوجود الأجنبي. المهم هذه كلها مشاهد استلمنا فيها الوضع، إضافة إلى الوضع الاقتصادي، قلة في الكهرباء وقلة في إنتاج النفط وقلة في الموارد المالية اللي موجودة، استلمنا عراق صعب جدا. هنا أريد أقول حينما عملنا الفترة الأولى والفترة الثانية ماذا تغير؟ تغيرت كثير. العراق خرج من الفصل السابع، خرجت القوات الأجنبية، انفتحت الطرق داخل بغداد ولم تعد هناك منطقة يصعب الوصول إليها، ما كنا نستطيع نصل إلى شارع حيفا إلى حي العدل والجامعة والدورة والتاجي وإلى غير ذلك من المناطق، كلها عادت بشكل طبيعي، وعاد العراق متواصلا، وأصبح المواطن يتحرك من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، وانفتح الطريق إلى سوريا، وعاد العراق إلى وضعه الطبيعي. أنا هذا يهمني أكثر مما يهمني كم سيارة اشترينا وكم قضية أنجزنا. خروج العراق من الفصل السابع،
وعقد مؤتمر قمة العربية التي عاد بها العراق إلى محيط العربي، والتي كانت مراهنات على أن العراق قد انسلخ من هذا المحيط، جملة من الإنجازات كبيرة. لكن تقول لي كل هذا الذي كان يحتاج العراق؟ لا، كان يحتاج أكثر من هذا بكثير. ثانيا تقول لي هل أن كان الوضع كله مستتب أمامكم حتى تتحركون لتحقيق هذا؟ لا، كنا يد تبني ويد تقاتل. متى توقفنا عن القتال؟ من 2005 وإلى الآن متى توقف البلد عن حالات المواجهة والقتال وطريقة المواجهات، التفجير والاغتيالات والخطف والقتل والميليشيات والعصابات كلها كانت موجودة ونحن نعمل. لذلك أستطيع أن أقول بكل جرأة نعم نجحنا، ولكن نسبة النجاح مرة النجاح 100 حسب الظروف والمقدمات، ومرة النجاح 50 و60 و70. شكد نسبة النجاح؟ هسه هذا احنا نجحنا المهم. لا أنا العفو دا أسألك هذا السؤال، رجعنا لأن نستند إلى يعني الدعوة اللي أطلقتها حضرتك ربما في شهر آب من العام الماضي حول حول المراجعة، يعني وذكرت انت حضرتك انه احنا لابد ان نتحلى بشجاعه حتى نسوي مراجعه مع النفس. هذا كان بخصوص حزب الدعوه، وانا يعني انطلقت من هذا الشيء وسالتك هذا السؤال. فايضا انطلاقا من هذا الموضوع، موضوع الدعوه الى محاسبه النفس، اسالك السؤال بصيغه اخرى، اين فشلت؟ أنا ما أعبر عنها فشلت ونجحت بشكلها، أين استطعت وأين لم تستطع، لأنه الشيء الذي لا تستطيع لا يعني أن تفاشل فيه، ولكن الظروف والمقدمات والإمكانات التي ينبغي أن تنهض بها غير متوفرة. منها الفشل الذي كان عليه عدم وجود انسجام بين القوى السياسية الذي أربك المشهد، وتحول مثلا البرلمان إلى العدو اللدود للحكومة، وهذه واحدة من أسباب فشل كثير من المشاريع التي واجهتنا. البرلمان يجب أن يكون هو أب الحكومة، منه خرجت الحكومة، لكنه كان البرلمان العدو اللدود حتى من أولئك الذين لديهم وزارات وعلى وزاراتهم إشكالات، لكنهم في البرلمان هم العدو اللدود للحكومة. حتى أنه كان من يدافع عن الحكومة أنذاك يشار إليه فورا أنه هذا من جماعة الحكومة. أنا أسألك سؤال، مو أنتظر جواب إنما للتساؤل، حينما يكون موقف البرلمان حرب معلنة دائما على الحكومة بالوقت الذي ينبغي أن يكون مساعدا للحكومة في مهامها، هل تعتقد بأن الحكومة ستنجح بكل شيء؟ لا قطعا ما راح تنجح. هذا المقدمات الضرورية لعملية النجاح. ربما بعض التفاصيل أيضا كانت عندي رؤية، دعني أقول وبصراحة وربما سيأخذ علي هذا الكلام، ما حدث في ساحات الاعتصام وما ظهر فيه من شعارات وعلى منصات الاعتصام، نحن تنظيم اسمنا القاعدة نقطع الرؤوس ونقيم الحدود علانية وعلى شاشات التلفزيون، تمام، ومئات المخيمات والهتافات يوميا وبناء المعسكرات، وأنا أجد كمفردة من المفردات كان المفروض لا نسمح ببقاء هذا المخيم، لأنه منهم طلقت داعش. في البداية ما كانت داعش، كانت القاعدة، وكان في المخيم خيمتين ما يدخلها إلا قيادة القاعدة. ولما سألت مجلس المحافظة كم عدد أعضاء القاعدة في المخيم، قالوا 22 قائد من قيادتها عندهم خيمتين ما حد يدخلها، هذه حتى مدير الأمن مال المخيمات. فأصبح المخيم أو من هذه المخيمات أصبحت مدرسة للتفخيق والتفجير والاختطاف والقتل واستقبال المفخخين من الذين يلتحقون بالعراق وتفجيرها في مناطق مختلفة من العراق. هذا أعتقد كان خطأ، لكنه أيضا الرؤية اللي عندي، هذا الخطأ اللي اضطرينا عليه وأجبرنا عليه، هو المواقف السياسية للآخرين. يعني أحد الأحزاب جاءني قال هذول اللي يطلعون على المنصات هذول جماعتنا. قلت له عجيب، جماعتكم؟ قال نعم. فتعال نتفاوض. قلت له جماعتكم يقولون احنا تنظيم اسمنا القاعدة نقطع الرؤوس ونقيم الحدود، جماعتكم يقولون فرس مجوس اولاد الزنا اولاد كذا، جماعتكم دولة؟
تقبلون أن يكون جماعتكم هؤلاء؟ تصور هكذا عملية سياسية فيها من يريد أن يصعد على ظهر مثل هيج بس هذه تشكيلات. هذه الجزئية بالسنتين الأخيرة حضرتك حكمت لدورتين، ما علاقة الكهرباء بمنصات الاعتصام؟ الكهرباء نجحنا فيها نجاح كبير جدا، لأنه قضية تحصيل الكهرباء وإيجادها مو مسألة تشتريها من السوق وجيبها تنصبها. أولا أموال يراد لها، واستلمنا العراق ما بكهرباء. أنا عقد واحد للكهرباء سوينا 7000 ميجاوات مع شركة جي، وعقد في نفس الوقت مع شركة سيمنس 3300 ميجاوات، وعقد مع شركة الزبيدية. فتطور الكهرباء حتى وصل إلى 14. كان يفترض أنه كل الأمور يعني تصير بشكل مو سهلة، ولذلك هاي سنتين أيضا إضافية وما استطعنا. ليش؟ لأنه لابد وأنكم كنتم تراقبون كيف كان التخريب للكهرباء. كل 20-30 عمود كهرباء تنضرب في مرة واحدة. أنابيب النفط اللي كانت تغذي محطات الكهرباء كلها انضربت. هذا سبب الإخفاق هو التخريب؟ التخريب نعم. التخريب والعملية السياسية المتشاكسة مع طيب بعضها. ما تعتقد واحد من أسباب الإخفاقات اللي حدثت هو اعتمادكم على الأشخاص غير المناسبين؟ ربما هذا أيضا جزء من عدها، ولكن هي هذه مسؤولية من؟ اللي أشرنا إليها، مسؤولية القوى السياسية. مسؤولية حضرتك؟ لا، مسؤولية القوى السياسية الذين أعلنوا عن حكومة الشراكة الوطنية وطلبنا منهم تقديم الوزارات. كانوا يراهنون على إنهاء مدة التكليف حتى يسقط التكليف. أخيرا صاروا يجيبون الوزراء معلبين مغلفين ما نعرف عنهم فرشاء. فالقوى السياسية، وهذا أعود مرة أخرى، حالة المناكفات الموجودة وحالة الخلافات، وهم شركاء في النهار معنا وشركاء في الليل مع المعارضة ومع العصابات ومع الإرهابيين، هذا هو الذي دمر العملية والذي أعطانا وزارة مشلولة. ومع ذلك استطاع الوزراء أن ينتجوا كثيرا، أنتجوا في مجال النفط وزيدنا الإنتاج، وأنتجوا في مجال الكهرباء وزيدنا الإنتاج، والحمد لله العراق. بال 2012 في تصريح لحضرتك تقول الاقتصاد العراقي متين جدا، وأدعو الشركات الأجنبية للاستثمار في العراق، ومستقبل العراق الاقتصادي يبشر بالخير. في تصريح أخير لحضرتك تقول الاقتصاد العراقي على حافة الانهيار. لا يعقل أن يكون كل ذلك بسبب داعش وبسبب هبوط أسعار النفط. الفترة اللي قضيتها تحضرتك كرئيس الوزراء لدورتين كانت هي كافية لتأسيس يعني فد أسلوب اقتصادي أو نهج اقتصادي خاص بالعراق؟ لا لا، هذه مجازفة الكلمة، أنه سنتين كافية. لا عفوا، دورتين. حتى دورتين غير كافية في ظل المواجهات والإرهاب والمناكفات السياسية والحرب المعلنة بين البرلمان والحكومة، وفي الأوضاع والتحديات التي لا أريد أن أتناولها كثيرا، سواء كان بالإقليم مع الحكومة. وهذه لو كانت الأمور مستتبة والسياسيين كلهم مندكين بالعملية السياسية، نعم ستكون قادرة على أن ننهض، ولكن استطعنا أن ننهض وأن نرفع مستوى، حتى يكون هذا تصريحي إلى مصداقية. رفعنا موازنة العراق إلى 115 مليار دولار. أليس هذا نجاح؟ 115 مليار دولار وين راحت؟ غير هي في جيوب المواطنين وفي خدماتهم وفي دوائرهم وفي مؤسساتهم. بس هذا الدخل اللي يجي ودي يجي من النفط. أنا قصدي اسمح لي، هو الحكمة في كيفية استثمارها. الحكمة أن العراق يعتمد على مصدر واحد للدخل وهو النفط، وهذه قضية لا يمكن تحقيق تعدد مصادر الدخل بسهولة في ظل الأوضاع والتحديات. نحتاج إلى إنهاض الجانب الاقتصادي، وكيف ينهض الجانب الاقتصادي والتخريب والتدمير لكل المصانع بالحرب المعلنة على تدمير العراق. تحتاج إلى تطوير العملية الزراعية، وقد طرحت مشروع للتطوير والاعتماد صناعيا وزراعيا وخدميا، مشروع البنى التحتية، وخصصنا 17 مليار دولار لإنعاش الزراعة وما مرره. لذلك عندنا محاولات كثيرة من أجل زيادة أنواع الدخل، لكن أنا أقول لك مو سهلة. نعم، هذه مو سهلة. بس أنا قصدي أنت حضرتك تقول هاي الفترة مو كافية، بس في تصريح لحضرتك لأحد القنوات تقول بي الحاكم اللي ما يقدر ينفذ برنامج خلال دورتين ما يقدر ينفذه بالدورة الثالثة. لا، مو هالشكل. قلت يكفي دورتين
عملنا اللي قدرنا نحققه في مواجهات شرسة وفي ظل مناكفات سياسية خطيرة، فعملنا اللي قدرنا نسويه قدرنا نسويه، واللي ما قدرنا نسويه نترك المسألة للآخرين لعلهم يقدرون يسوون. تفكر بدورة ثالثة؟ ما عندي استعداد. وكيف تنظر إلى؟ وأعلنت ذلك مرارا. أنا ما عندك استعداد الآن؟ ما عندي استعداد للعودة إلى الجانب التنفيذي، أما في الجانب السياسي نعم سأبقى من الذين يحددون ملامح العملية السياسية ومساراتها. يعملون مع الشركاء، مو أنا الذي أحدد، وإنما أنا أحد الذين نشترك في تحديد ملامح المرحلة الحالية والمقبلة إن شاء الله. طيب، حزب الدعوة كان السيد إبراهيم الجعفري هو رئيس الوزراء وحضرتك، بس أنت حضرتك استأدرت بالفترة الأطول وكنت خير ممثل لحزب الدعوة ولقيادته ويعني لكيفية إدارته للدولة. حزب الدعوة الآن كيف تصف الموقف، موقف جبهته الداخلية؟ هناك حديث عن انشقاق أو أكثر من فريق فيه. أولا حزب الدعوة صحيح منه رئيس الوزراء، ولكن رئيس وزراء في دولة تعتمد الديمقراطية ليس هو كل شيء، وليس كل شيء يريد رئيس الوزراء اللي من حزب الدعوة يستطيع أن يمرره. لذلك حينما يضع حزب الدعوة مشروع سياسي، مشروع تنفيذي، مشروع حكومي، ليس هو لوحده قادر على أن يحقق هذا المشروع، إنما لا بد وأن يمر عبر البرلمان وعبر مجلس الوزراء. وكثير من المشاريع وكثير من القضايا حينما كانت تطرح، رأيي أو رأي دكتور جعفري في وقته أو رأي العبادي الآن في الوقت الحاضر قد لا يحصل على التصويت من مجلس الوزراء. إحنا ما عندنا الآن كما يروجون أن الدولة يحكمها الحزب الحاكم الحزب الواحد، لا، إحنا شركاء، والقرارات التي تصدر وكثيرا ما تصدر قرارات خلاف رغبتي وخلاف، إذن ليس حزب الدعوة هو المسؤول. نعم هو يدير العملية، ولكن الإدارة فيها هذه المناكفات، فيها هذه الحسابات والصراعات السياسية والتسابق حول تحقيق النقطة الثانية. القضية الثانية، هذا شوف، العمل الحزبي يسمى العمل الحركي، والعمل الحركي هو مثل الكائن الحي، حينما يتحرك يجد في طريق عقبة ويتعرض إلى عدوى معينة ويتعرض إلى حالات ضعف وقوة. فشيء طبيعي جدا في حزب يعمل في العراق بهذه التحديات وبهذه الخلفية التي انتقلت معه من سياسة القمع والإعدامات والتصدي، كل هذا الركام الذي يعمل فيه لابد وأن تحصل في طريقه بعض الاختلافات في وجهات النظر. ونحن حزب منذ البداية ومنذ التأسيس نعمل بمبدأ التصويت والأكثرية والأقلية. قراراتنا ليست قرارات أمين عام ولا قرارات شخص قيادي، وإنما المؤتمر بالأغلبية والأقلية وفق أسس الديمقراطية، وفي اللجان وفي القيادة وفي الشورى، كلها تعمل بهذه النظرية. فطبيعي جدا في مثل هكذا جو حزب الدعوة، حريصين المؤسسون حريصون على أن يبقى في داخل حزب الدعوة لون من الحرية في اتخاذ القرار والرأي. ولذلك حينما نقول بالتصويت فيما بيننا ولنفرض أن العدد 9، فخمسة صوتوا بنعم، 4 بصوتوا لا، إذن هؤلاء 4 يختلفون من 5، ولكن بالمحصلة النهائية يلتزمون بالقرار ويمضون معا. حزب الدعوة به مثل هكذا اختلافات في وجهات النظر، لكنه لا يزال هو حزب قيادته واحدة، أمين عام واحد، شورى واحدة، مؤتمر واحد، لجان مناطق واحدة، وهذه التي تسمعون عنها من بعض التصريحات هذه ضمن السياق الطبيعي لهذا الكائن الحي الذي هو ديناميكية. هذه ديناميكية وهذا طيب. الساحة والميدان. حزب الدعوة لو كان في مرحلة التغييرية الفكرية ما يصير عنده مثل هكذا مشاكل كثيرة، لأنه فكر ومناقشات فكرية، ولكن هذه قضايا سياسية وقابل للأخذ والرد. بس أنت حضرتك يعني تقريبا طيت في الصورة وردية عن الموقف الداخلي لحزب الدعوة بعد دخول، يعني بعد دخول داعش وحضرتك تمسكت بموقعك، ما شعرت بغصة لما فريق من حزب الدعوة وافق على أن يتولى؟ هذا الموضوع أرجو أن لا يفتح، لأنه القضية مو قضية حزب الدعوة. يعني قصدي هذا الموضوع مو موضوع شورى وتصويت، يعني قصدي أكو في فريق آخر اللي قرر أنه هو يأخذ الموضوع. الفريق الآخر مو هو اللي قرر، إنما صار جزء من قرار دولي إقليمي محلي أكبر من الذين تحركوا وأكبر من عندنا جميعا. الذي حصل مو قرار من حزب الدعوة، حزب الدعوة ما عنده قرار بالتغيير،
إنما القرار أتى من دول كبرى ودول إقليمية. الأفراد اللي وافقوا في ذلك. وافقوا طبعاً، هو هذا هو هاي نقطة الاختلاف، أنه هذا يوافق يقول هذا التيار الكبير الجاي بالضد، إحنا ما نقدر نقف ضده. يعني إذا العفو رتسلك حول السيد الشهرودي، هل هناك يعني مرجع لحزب الدعوة؟ حزب الدعوة لا يتبنى مرجعاً منذ تأسيسه. لا يتبنى مرجع. لا، وإنما يدعو أعضاء إلى تقليد وإلى الارتباط بمرجع، ولكن كل يحدد المرجع الذي يرتبط به. مع علاقتكم بالمرحوم السيد محمد سيف الله كان مو فقيه، مو مرجع الحزب. ولا حتى الشهيد الصدر مرجع الحزب. حزب الدعوة لا يتبنى مرجعا بذاته، وإنما يترك الأمر للأعضاء، هم يقلدون من يختارون وفق الضوابط المعمول بها في الجوانب الشرعية الفقهية. في دعوتك يعني للمراجعة وحاسبة النفس، وأيضا بالعودة إلى أدبيات حزب الدعوة، هناك ثلاث مراحل. هناك المرحلة الأولى هي التغيرات الفكرية، وبعدين التغيرات السياسية أعتقد. المرحلة الثالثة هي بناء الدولة و أي مراحل يسموها في حزب الدعوة. نعم. مرحلة الفكرية التغييرية، مرحلة السياسية. نعم. البعض يرى أنه حزب الدعوة الآن بكوادر الحالية هو قفز إلى المرحلة الثالثة، وأن الدعاة اللي يفترض أنهم من أول المضحين وآخر المستفيدين هم أصبحوا من أول المستفيدين وآخر المضحين. هذا الانطباع اللي موجود عند البعض. انطباع وما أكثر الانطباعات الخاطئة. نعم. وما أكثر الانطباعات الخاطئة. ولذلك من يريد أن يحارب حزب الدعوة أو يحارب أي جهة أخرى أو يحارب الحشد الشعبي ماذا يقول عنه؟ يقول قتلة ومجرمين وكذا. يحارب حزب الدعوة يقول فسد وسراق. هذه مناكفات، هذه ليس لها واقع. حزب الدعوة منضبط والدعاة الموجودين به ملتزمون، ولكن هم حالهم حال بقية الناس. هذا يشتغل تجارة، هذا يشتغل كسب، هذا عنده راتب. طيب، فالمراجعة أنا تحدثت عنها، والمراجعة مبدأ إنساني، مبدأ إسلامي، فيه توصية من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة فليس منا. لذلك طبيعي جدا بعد هذا الشوط الطويل الذي قطعه حزب الدعوة، سواء قبل سقوط النظام أو بعد سقوطه ودخولنا في العملية السياسية، استجدت كثير من القضايا أو كثير من المياه مرت من تحت القناطر تحتاج إلى مراجعة. وحزب الدعوة حزب فكرة حيوي، يعني يستفيد من أخطائه ومن إيجابياته، ويستفيد من أخطاء الآخرين وإيجابياتهم. فحدثت في هذه المرحلة أخطاء وإيجابيات لنا وعلينا وللآخرين وعليهم، هذه تحتاج إلى مراجعة من أجل توظيف الإيجابيات وتجاوز السلبيات. هذه الدعوة التي أنا أطلقتها، وهذا مبدأ ضروري لكل حزب يعمل، أن يراجع نفسه ويراجع خططه وبرامجه وأدبياته، حتى الأدبيات ينبغي أن تراجع. يعني أنا أضرب لذلك مثل، في فترة كنا ننظر إلى العالم من حولنا، كان العالم مو هذا العالم، كان العالم يحكمه قطبان أساسيان، كانت إيران شكل، كانت سوريا شكل، كانت تركيا في ظل حكم شكل، العراق كان في وضع خاص، وهكذا جملة من المتغيرات استجدت في المحيط الذي حولنا. ألا يستحق هذا أن أيضا نعيد النظر في طبيعة علاقتنا مع هذا المحيط والتطور الدولي أو التطور؟ بمراجعة في حزب الدعوة؟ نعم. عندنا مراجعات وستنعكس أيضا في المؤتمرات القادمة. الكلام كان يعني قبل سنة ولم يحدث. لا، حصلت مراجعات. إحنا ما نطلع بالإعلام ونتحدث عن المراجعات، ولكن سيكون المؤتمر هو المنصة التي تنطلق منها المراجعة. متى يعقد المؤتمر؟ الآن في عليه شغل وأوراق ومقدمات، إن شاء الله في أسرع وقت. يعني أفراد حزب الدعوة يستحقون أن نطلق عليهم الآن دعاة ولا سياسيين؟ هو من قال بأن هناك فرق بين الدعاة والسياسيين؟ ديننا سياسة وسياستنا دين. حزب الدعوة مو حزب ديني فقط، وإنما حزب ديني ينظر للجانب السياسي، لأن السياسة هي رعاية مصالح الناس، فمن يتصدى لابد وأن يرعى مصالح الناس عبر البوابة السياسية. صح، بس أنت حضرتك يمكن أنت شخصيا لمست في أثناء الفترة اللي كنت بيها بال 2010 لمست حجم التأييد الجماهيري الكبير لحضرتك لما تحررت من رداء الدين ورداء الطائفة، وانطلقت إلى ائتلاف دولة القانون، ائتلاف ذو طابع مدني أكثر. تعتقد أكو مستقبل لحزب الدعوة كحزب ديني شيعي؟ هناك مستقبل لهذا الحزب في أن يسود في الانتخابات القادمة؟ المشكلة في فهم الحركات
من قال أنا سلخت من توبية الديني والعقائدي؟ ما قلت انسلخت بس قلت يعني قلت انت يعني رحت الى فضاء الفضاء الاوسع. لا، ومن قال بان العمل في الفضاء الاوسع يتناقض مع بقائي في التزاماتي العقائديه والمبدئيه والدينيه؟ ومن قال ان اكون انا مع الاخر الشركاء في الوطن متعاونا وفق ما هو مشترك بيننا، هذا خروج من المبدا او خروج من الدين او خروج من التشيع او خروج، من قال هذا؟ لا، هذا هو من ضمن أصل عملية أنك تتصدى بحرص ومسؤولية أن تحتضن الآخر. الآخر مو بالضرورة يلتقي معك دينيا أو مذهبيا أو عقائديا أو حتى سياسيا، وإنما قد يختلف معك، إنما إذا أردت أن تشترك معه تشترك معه بالمبادئ العليا الكبرى، وحدة العراق، سيادة العراق، رفض الميليشيات، رفض التدخلات، هذين القضايا إذا اتفق معي عراقي مهما كانت هويته دينه مذهبه فهذه هي شراكة. هذا لا عن انسلاخ أو لا عن التنكر للهوية، لكنك أنت تعمل في بلد مو كلهم متدينين ويؤمنون بالعملية السياسية، ولا الدستور ما أنه دستور ديني، لكن دستورنا العراقي الحمد لله على الأقل هو غير متقاطع مع الإسلام أو غير متعادي مع الإسلام، يصلح أن يكون جميعا نلتزم به وننطلق منه لبناء البلد. طيب بس أنت حضرتك يعني المظاهرات الأخيرة والدعوات الأخيرة للإصلاح، أنت يعني شككت في هذه الدعوات وذكرت أن هذه دعوات هي تهديد للمفاهيم الإسلامية وتهديد أيضا لدور الدين في إدارة الدولة. أنا لازلت أقول بأن الإصلاح ضروري ولا بد أن يكون عملية دائمة مرافقة لحركتنا، كلما يستجد خطأ كلما يستجد ضعف لا بد من إصلاحه، لكن الإصلاح كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من يقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا يجب أن يعرف المعروف، وثانيا أن يعرف المنكر، وثالثا أن لا يكون متورطا بمنكر وأن يكون عاملا بالمعروف، وإلا قد يخلط الأوضاع فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. كذلك من يتصدى للإصلاح بهذه الطريقة، الاستدعاء للشارع واستدعاء للناس الذين لا يدركون خطورة الخروج على النظام العام والأمن العام وخطورة الدخول إلى الأعلى سلطة بالبلد، السلطة التشريعية بهذه الطريقة، وإلى مكتب أو مجلس الوزراء بهذه، الذين لا يدركون هذا، لا يمكن أن ننتظر من خلال هذه الحركة إصلاح. وأنت ترى الآن الشارع قد انعكست القضية من فكرة إصلاح ودعوة إصلاح إلى حالة من القلق والهلع والخوف والتأثير الكبير على طبيعة سياسة البلد وإدارة البلد والمستقبل، لا ندري كيف سيكون في ظل مثل هكذا دعوات. أنا أقول الإصلاح ضروري، ولكن من يقوم بالإصلاح على الأقل عندنا الآن يجب أن يقوم من خلال السياقات الدستورية. لو أردنا هذا الإصلاح أن تجري حركة توافق بين مكونات في البرلمان وتتشكل منهم أغلبية سياسية، وبالتالي هذه الأغلبية السياسية هي تمارس عملية الإصلاح من خلال أغلبيتها الموجودة في البرلمان، تشرع قوانين، تغير مسؤولين، تبدل سياسات. هذا ما قمت به حضرتك؟ هذا أنا قمت به وأعلنت في الانتخابات الأخيرة باتجاه تشكيل الأغلبية. لا، أنا أقصد الحركة الأخيرة اللي صارت في البرلمان. لا، هذه الحركة الأخيرة لا علاقة لي بها بصراحة. معظم أفرادها من دولة القانون. إيه، أفرادها من دولة القانون صحيح، وهذا واضح، لكنه صدقني سمعت من الناس أنه أكو اعتصام صاير في مجلس النواب، وأنا أقدر هذه القضية أن هناك حرية وهناك حرية إرادة عند النائب. النائب أقسم قسما على أنه يرعى المصالح العليا ويحفظ سيادة البلد، فلما شافوا هناك حالة من التردي أو حالة من الخلل الموجود انتفضوا بهذه الطريقة. نعم، أنا ضد عملية التكسير والضرب والشتم، هذا أسلوب غير حضاري، أنا أرفضه ولا أقبل به لنفسي ولا لغيري، إسلاميين أو غير إسلاميين، ولكن أن تكون مثل هذه الحركة، أنا أعتقد لو أن هناك تسليم بضرورة الأغلبية السياسية، لأن البعض يخشى من الأغلبية السياسية بتفكير قاصر، يعتقد أنه لو كانت أغلبية سياسية ستكون شيعية وتصادر السنة أو تصادر الأكراد، عربية تصادر الأكراد، لا مو هكذا. حينما نقول أغلبية سياسية تدير البلد، لا تنسى الدور الكردي، الشعب الكردي، الدور العربي السني، العربي الشيعي، وإنما يكون كلهم شركاء موجودين، ولكن من يدير العملية يديرها بأغلبية سياسية. أقول هذا الموجود الآن الذي يسمونه، سموا أنفسهم إصلاحيون،
وما أدري هم سيستمرون سيزدادون سينقصون ما أعرف. هذا القرار عائد لهم لأن هم مو من جهة واحدة، نعم من دولة القانون موجودين، من خارج دولة القانون أيضا موجودين بهم. لو دعاة الإصلاح يأتون مع هذه الجبهة ويشكلون أغلبية ويتفقون على السياقات الدستورية والقانونية المطلوبة في الإصلاح الهادئ الدستوري المنسجم مع القانون والسياقات والمصالح العليا، ألا نستطيع أن نحقق إصلاحات أفضل من هذه الظاهرة؟ أي ظاهرة الهجوم الأخير على مكاتب الأحزاب السياسية، هذا إصلاح؟ هل ننتظر منا إصلاح أم مزيدا من عملية تفتيت الوحدة الوطنية؟ ما كان عندك هاي الفرصة الذهبية بال 2010 لما فزت إلى جانب السيد علاوي، ما كان أكو إمكانية أن يصير نوع من التفاهم؟ رفضت الكتلة العراقية في وقتها، رفضت أن تتشكل الأغلبية السياسية ونمضي. يعني قصدي إذا كان عندك هذه الرؤية، واعتقد عندك يعني المفروض يعني روح الإيثار، يعني لأكيد العقدة هي موضوع الزعامة. لا مو موضوع الزعامة، لأنه حتى الزعامة رؤية، حتى الزعامة رؤية، وإن كان ما أريد أدخل في هذا الموضوع حتى لا أخدش أحد من أخواني وأصدقائي في العملية السياسية، إنما حتى الزعامة رؤية، أنه لمن توكل الزعامة في مرحلة حرجة يمر بها العراق. ولكن صار حديث عن توافق لتشكيل أغلبية، دخلوا بعض الأطراف من الطرفين من الفريقين لتشكيل هذه الأغلبية، ولكن صار بها إصرار. أنا قصدي هذيك كانت الفرصة الذهبية لكسر محاصصة. لا، الفرصة الذهبية في هذا الفترة لما فزنا في 103 مقعد أن تأتي معنا بعض الكتل الأخرى حتى نشكل الأغلبية ونشكل الحكومة، هذه الفرصة الحقيقية اللي فاتت. ذيك الفرصة بها ملابسات، بس هذه الفرصة كانت أوضح وأفضل، لكن هناك إرادة خارجية ما كانت تقبل وإرادة داخلية تخشى وتخاف من الأغلبية. أوكي، راح نرجع للإرادة الخارجية بالأخير، بس موقفك من تحريك الجماهير بهدف الإصلاح، هل هو نابع من موقف شخصي اتجاه السيد لا الصدر؟ لا أبدا أبدا، لا موقف شخصي عندي من أحد، وأنا أحمد الله أني لا أكره أحدا ولا أضمر الحقد لأحد من السياسيين، يعني قصدي تخيل حتى وأن اختلفت معه. لو اللي يقود هاي المظاهرات لو شخص ثاني، والله لو يقودها واحد من حزب الدعوة أكون ضده. أكون ضده، أي لأن هذا ما في إصلاح. خطورة استدعاء السلاح للشارع وخطورة استدعاء الناس البسطاء إلى الشارع بهذه الطريقة. بس هم كانوا مدنيين، يعني حتى وإن كانوا مدنيين الذين دخلوا إلى البرلمان وكسروا مدنيين، هل هذه الظاهرة مقبولة؟ أو الذين دخلوا مجلس الوزراء، أو الذين أطلقوا هذه الشعارات، أو الذين يهاجمون الأحزاب ومقرات الأحزاب الآن، هذا هو إصلاح؟ لو كان من حزب الدعوة أكون ضده. طيب أنت حضرتك يعني قد تكون من يعني 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 محسوب بأدائك، محسوب على اليمين أو على جانب المحافظين خلينا نقول، ولهذا كثير من الأطراف السنية ما مدت هاي الجسور يعني القوية ويا حضرتك، هل تعتقد هذا عائد لنهج حضرتك أم لتقصير فيهم ولخشية من الاقتراب؟ من هو اليمين؟ ما أدري، اليمين العراقي والخارجي؟ لا أقصد يعني قصدي أنت من نوع الاتجاه المحافظ المتمسك برأيه، يعني بطبيعي واحد يتصدى مسؤول يتصدى لا رأي له، وهناك فرق، يقولون فلان متمسك برأيه، أنا أدعو إلى ضرارة التمسك بالرأي وأن لا يغادر الإنسان رأيه إلا بقناعة، أما أن يبقى الإنسان مائع في رأيه وفي موقفه فليس قائدا. هذا أنا قصدي الحلول التوفيقية أنا اللي المائعين في القرارات السياسية ليسوا أصحابي، أنا مع الذين يتمسكون بآرائهم ولكن لا يتزمتون، إذا اتضح لهم الخطأ يغيرون، ولكن دائما يغيرون، كلما يقال لهم غيروا غيروا يربكون البلد ويربكون أنفسهم. أنت قدمت المطلوب للسنة حتى يتقربوا منك؟ والله ما تعامل ضد السنة حتى يقعد السنة، أي ما غيرت، ولذلك أكل بعض من السنة يشهد بأني ماذا قدمت للسنة. مثلا أنا أضرب لك مثلا بسيطا ويذكره الأخ وزير الكهرباء الآن، يقول ما جيت للمالكي في شيء لخدمة الأنبار للطعنية، لما الأنبار كانت في وضع صعب أيام عبد الستار أبو ريش رحمة الله عليه، كان حصة الأنبار من الشرطة 13500، كم شرطة أعطيتهم؟ 28500، تدري هاي شترتب عليها من أموال ومعسكرات ومراكز،
وما قصرت معهم في شيء، بل تعاملت بشكل متساوي. وأنا لا أدري الآن هل أنا محسوب قد تصديت للشيعة أم تصديت للسنة. أنا ما تصديت لا للشيعة ولا للسنة، أنا تصديت لكل من خرج على القانون وخرج على النظام العام، ووقفت مع كل من وقف إلى جنب النظام العام ومصلحة البلد. وانفتاحك على الموصل أيضا كان نفس الدرجة؟ بنفس الدرجة، ولم أغير أبدا، بل أن الانفتاح على الموصل تراكمت عندهم الموازنات الكثيرة التي ما كانوا يستطيعون أن ينفذوها. فيما يخص موضوع الشرطة هي نفس العملية، أعطيناهم أيضا عدد أكبر من استحقاقهم. وليش لعد في الموصل كان يعني هناك تبرم ورفض لحضرتك؟ سياسة خارجية دخلت على الخط، وسياسة طائفية استفحلت، فكان يطرح في الموصل مع الأسف الشديد أنه نحن الآن بين الدفاع عن الأرض من الأكراد أو الدفاع عن الدين من الشيعة. هذا الشعار الذي انطلقوا فيه في الآونة الأخيرة. منه كانت كل المواقف السلبية، ومنه كانت مغازلة لإرادات خارجية لتحويل الموصل إلى لون آخر وليست محافظة. لذلك أنا ما عندي موقف سلبي من أهل الموصل، بل الموصل تتميز أهلها يتميزون بولائهم الوطني المركزي، دائما يحبون المركز ويعملون له. ولكن الذين استلموا إدارة المحافظة تسببوا بكثير من التحديات التي حصلت. طيب عندك في التعليق على تصريح السيد النجيب في وقته لما قال في إيران بلغوا إذا ما تعاونت مع السيد المالكي الموصل سيتم احتلالها من داعش؟ لا صحة لها أبدا. لا صح. أبدا لا صحة لها. ومن المعيب على السياسيين يستعينون بالكذب من أجل تثبيت مواقفهم. طيب تحدثت عن يعني هذا كنقطة أخيرة، تحدثت أنه واحدة من أهم أسباب اللي أفشلت عملك وليس يعني بالعضلات، يعني هو عملي ستفشل؟ لا أقصد أنت لما سألتك لو الصعوبات اللي أنا لما سألتك وين الإخفاقات قلت لي تعاونت إرادة دولية، مو صحيح؟ فأنا قصدي يعني أنا أشوف كسياسي المفروض هو يبتدع الوسائل حتى يكسب الآخرين. أنت حضرتك تقول تكالبت أكثر من يعني أكثر من طرف دولي، وتكالبت الإرادة الدولية ضدي. أنت تعتقد يعني ما قصرت بهالجانب نحو الانفتاح، نحو السعودية مثلا، نحو تركيا علاقات جيدة مع الولايات المتحدة؟ أولا دعني أقول لك أني لست حزينا على أن تكون هذه الإرادة ضدي، ما دمت متمسكا بمصلحة العراق ووحدة العراق وسيادة العراق أنا مو حزين، وليتخذ الآخرون مواقفهم كيفما يشاءون، أنا يهمني العراق ويهمني بلدي. أنا ما أدري ليش يعني يكون حينما أصر على خروج القوات الأمريكية من العراق يكون أمريكا يصير موقفها سلبي من عندي. هذا حقي، هذا بلدي وسيادة البلد مطلوب من عندي أحققها. أنا ليش بعض الدول حينما يصدر حكم على صدام حسين بالإعدام ويعدم يكون يقلبون الدنيا على المالكي ليش نفذ؟ أليس هذا قضاء عراقي موجود؟ وهكذا لكل سببه الذي انطلق منه، سواء كان قوى داخلية متضررة، أنا لا أريد أن أستعرضها، ولكن أنا أقول لك القوى الداخلية تضررت، سواء كان بطموحاتها أن تكون ما كانت، أو كانوا يشوفون المالكي ربما سيجعل يهمش الآخرين بطريقة حالته الشعبية والجماهيرية، وعنده 725 ألف صوت فقط في بغداد، 3,900,000 صوت في العراق، 40%، ربما أيضا مشاعر والسياسيين بيناتهم يصير حسد ويصير شكرا نعم أحيانا. لذلك أنا مو حزين أن يكون هذا الموقف الذي اتخذ من قبل هؤلاء بالنسبة لي، لأنه ينطلق من مصالحهم، وخلي يفكرون هو بطريقتهم الخاصة، لكن أنا أيضا أفكر بطريقتي الخاصة، وكان بإمكاني أن أكون محبوبا وأقول للقوى الداخلية أنت خذ ما تريد وأنت خذ ما تريد، ويا أمريكا ابقوا بالعراق ما أريد من عندكم شيء، ويا سعودية تعالوا أنتوا تشتردون تسوون سووا، ويا إيران أنتوا اعملوا ما تريدون، وأكون أنا المحبوب عند الجميع. أنا اخترت الطريق الثاني،
الذي أريد أن أكون فيه مسجلا لموقف تاريخي أني أدافع عن العراق ولا أجامل أحد. لكن تسألني أليس من رغبتك كانت أن تكون علاقاتك طيبة؟ أقول نعم. نعم، مو أنا اللي سويت اتفاقية الشراكة مع أمريكا، مو أنا الذي أعتقد بأن العراق يحتاج إلى مثل هذه العلاقة المكينة مع أمريكا، لأن أمريكا دولة كبرى ولديها قدرات كبرى في مختلف المجالات، والعراق يحتاج في نهوضه مثل هذه الدولة. مو أنا اللي وقعت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مو أنا اللي رحت وأصريت على أن تكون أول زيارة إلي إلى السعودية، لأن أدري ماذا في السعودية من مواقف قد تتحرك ضد العراق على خلفية طائفية. دعوني إيران، دعتني تركيا، دعوني الأردن، قلت لا، إلا زيارتي الأولى أروح بها للسعودية. إذن أنت فعلت ما بيوسع. أنا فعلت وما زلت أفعل وما زلت أؤمن بضرورة العلاقة مع السعودية وقطر وتركيا وإيران وأمريكا والاتحاد الأوروبي وكل من يريد أن يفتح العلاقة معنا على أساس احترام إرادتنا وعلى أساس المصالح المشتركة. لكنك تقول أيضا في نفس الوقت أنك غير آسف ل غير آسف لأني أنا انسجمت مع فكري، انسجمت مع إرادتي، مع إرادة مصلحة العراق، أما أن أنسجم مع مصالحهم وإرادتهم حتى أبقى على الكرسي مو هذا أنا مطلبي. مفهوم. في تصريح أخير لحضرتك ذكرت أنه مستقبل ما بعد داعش مثير للتشاؤم، يعني ليس نص التصريح لكن حضرتك كنت متشائم من مرحلة ما بعد داعش، تتوقع العراق يتقسم؟ لا زلت أنا غير متفائل، ما أريد أستخدم كلمة متشائم بس غير متفائل. نتيجة داعش انتهت، ما هي إلا أيام ووقت تنتهي. داعش استنزفت منذ بداية ظهورها إلى الآن، استنزفت، والعراق الآن أصبح لديه قوة وحشد وجيش ويستطيع أن ينهيها. إنما في تشخيص الخطورة هي المناكفات السياسية وعدم الانسجام السياسي، وهذا التبعثر السياسي الموجود بين القوى المشتركة في إدارة الدولة، هذا أولا. ثانيا هذه التحركات الأخيرة التي تسببت بإسقاط هيبة الدولة، حينما تضرب مؤسسات الدولة المركزية بهذه الطريقة أعطت دفعة لبقايا النظام السابق وللعصابات وللذين يبحثون عن فرصة للسرقة والنهب، أعطتهم فرصة الظهور في المشهد السياسي. النقطة الأخرى أصبح بيد هؤلاء سلاح، ولذلك نعود مرة أخرى إلى أن السلاح يجب أن يعود كاملا بيد الدولة. فوجود هكذا منفلتين أو خارجين على النظام العام وخارجين على الأمن وخارجين على هيبة الدولة، ووجود قوى سياسية مشتتة ومتناحرة ومتخاصمة، والأخطر من هذا كله أقول لك أن القوى السياسية بدأت تخسر إرادتها الوطنية. لا تستطيع القوى الوطنية الموجودة حاليا أن تتفق على شيء وتمضي به إلا بدعم وإرادة خارجية من الدول المؤثرة، وهذا أخطر شيء يمر به البلد. فهكذا صورة، هكذا مشهد موجود، أليس من حق المواطن المحب لوطنه أن يقلق؟ لكن نحن لا نيأس. ما فات الأوان؟ يعني كثير منه فات، ولكن بقي هناك فرصة أخيرة. أدعو من خلالكم كل السياسيين أن انتبهوا إلى أولا تمسكوا بإرادتكم الوطنية وقراركم الوطني، ما ينفعكم أحد إلا قراركم الوطني. اعملوا على هيبة الدولة، لأن الدولة مهما كانت لها جيوش لكن إذا سقطت هيبتها في نظر الشارع والشعب لا قيمة لها. اعملوا على التوافق فيما بينكم على أساس الدستور وإن كانت لديكم إشكالات عليه، وهكذا مجموعة عوامل. عودوا إلى الوعي مرة أخرى، وإلا لا أحد منكم رابح، وإذا يربح شيئا اليوم يحصل على وزارة هنا ووكيل وزير هناك، سيخسر كرامته وسمعته وعزته وشرفه حينما يخسر العراق. إن شاء الله بنخسر العراق. نشكرك جدا على إتاحة الفرصة. السيد نور المالكي رئيس وزراء العراقي السابق ورئيس ائتلاف دولة القانون. شكرا جزيلا لكم. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم. هذا عامر إبراهيم، أتمنى لكم أسعد الأوقات والسلام عليكم. حياكم. شكرا جزيلا.